وللحديث عن دلالات تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وانعكاساتها على مستقبل العراق وسط تصاعد الصراع السياسي بين الميليشيات وأطراف العملية السياسية، معنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث والسياسي نوري حمدان، ومن واشنطن أيضا رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أهلا بكما. لعلي أبدأ معك أستاذ كامل، قانونيا ما الذي تعنيه مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية بعد رفضها طعون الميليشيات والأحزاب الخاسرة بالانتخابات؟ يعني من الناحية القانونية المحكمة لم تصادق لحد الآن، وإنما ردت الطعون، وينتظر أن تصادق على نتائج الانتخابات. أما ما تعنيه، يعني حسب تجربتنا اللي تابعناها ضمن الشهرين الماضي، يعني لم يكن هناك داعي لهذا التأخير والتعطيل. كان على المحكمة أن ترد هذا الطعن من أول جلسة، المعروف أنها غير مختصة بالنظر بالطعون الانتخابية واختصاصها محدد بالدستور فقط بالمصادقة، ولكن المحكمة يعني هي واحدة من المكاتب التابعة للأحزاب والكتل النافذة، وتأخرت وتعطلت حتى تعطي مجال للكتل تتفاوض على موضوع الذبيحة العراقية. أكثر من ذلك، المحكمة خاضت بأمور لم تعنيها، ردت علينا تشريعات تتعلق بالانتخابات دستورية وقانونية ونظام داخلي ليس لها معنى، و أثارت موضوع آخر أنه وصل، والمعروف أن المحاكم في العراق وفي كل العالم تحسن وليس توصي، وهي ليست مكتب استشاري حتى توصي بإجراء العد الإلكتروني أو اليدوي للانتخابات القادمة، وهذه أول مرة تحصل في القضاء العراقي والقضاء العالمي. الأمر الآخر، المحكمة بينت بأنه هذه الانتخابات تؤثر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكأنها تقول لا تؤثر على السلطة القضائية، لأنه القضاء هو ملك طابو إلى فاق زيدان، وممنوع على مجلس النواب أن يتقرب من السلطة القضائية، والمعروف أنه القضاء هو واحد من السلطات ويخضع لممثلي الشعب اللي يملك كامل السلطات على القضاء وعلى الحكومة وعلى أعمال مجلس النواب، تعيينات القضاة وتشريعات القضائية وأعمال القضاء كلها مرتبطة. سيد كامل، هنا نتحدث أن المحكمة الاتحادية صادقت فعلا على النتائج ورفضت إعادة الانتخابات أو الفرز. نعم، هي ردت الطعون، ولكن المصادقة لا أدري إذا عندك خبر أنه صادقت بقرار معروف واضح وعلم، لا أدري بهذا الخبر. أيضا أتوجه هنا بالسؤال للسيد نوري حمدان. هادي العامري قال إنهم سيقبلون بنتائج الانتخابات التي شابه التزوير بعد المصادقة عليها، لأن هناك ضغوطا داخلية وخارجية مورست على المحكمة الاتحادية العليا. السؤال هنا، من هي الجهات والأطراف التي لم يسمها العامري برأيك؟ الحقيقة أنه هاي قضية كلش واضحة جدا، يعني أبتدأ من الجانب الإيراني، لأنه هذه العامري وتحالف الفتح أكثر من يؤثر عليه هو الجانب الإيراني قبل الجهات الأخرى، والجهات الأخرى هي تتبع يعني ما بعد إيران، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الجوار. المهم أنه يعني قبول الفتح بنتائج ما خرجت به المحكمة الاتحادية اليوم، وهو رد الدعوة، وأنا قلتها سابقا في عبر قناتكم الكريمة أنه الدعوة لم يأتي رئيس تحالف الفتح هادي العامري بجديد للمحكمة حتى يمكن أن تغير بالنتائج في شيء، وبالتالي هي خرجت بهذه النتيجة. كل ذلك كان هو المراد من عنده كسب وقت للحصول على يعني تقارب واتفاق ما بينهم لتوزيع المحاصصة من جديد والحفاظ عليها في العراق، لا أكثر ولا أقل.
طيب يعني ما الذي تعنيه، ما الذي يعنيه هنا قبول إيران لنتائج الانتخابات؟ شوفوا بحسب التسريبات يعني كانت بعد الانتخابات مباشرة وبعد إعلانها الأولى قبل أن تقدم الطعون في للمحكمة، قبل المحكمة الاتحادية للجنة للمفوضية نفسها واللي كان عندها لجنة قضايا مختصة بالطعون واللي هي حددتها أيضا 3 أيام استقبال الطعون، قبل أن تقدم كانت هنالك تسريبات بأنه إيران أوصلت رسائل واضحة إلى دولة القانون بمقدمة الكتل الشيعية بأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الفتح، فبالتالي عرقلت كل النتائج وتشكيل الحكومة وحتى انعقاد والمصادقة على الفائزين في هذه الانتخابات هي كانت خطوة باتجاه ترويض الذين رفضوا مشاركة الفتح في الحكومة المقبلة. الفتح كان يسعى للمشاركة، مو فقط المشاركة ولكن للمشاركة في جوانب تضمن له بقاء هيئة الحشد الشعبي كما هي وحماية الفصائل التي انضوت في خيمة الحشد الشعبي واستغلال القانون الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب للحشد. ما الذي تغير الآن؟ هل هناك أي شيء تغير في هذا المجال؟ هو إلى الآن غير معلن، بأنه غير معلن ولكن الواضح جدا أنه أكو اتفاق. الواضح جدا أنه بما أنه قبلوا هذا الأمر بمعنى أنه هنالك توافق راح يتم الإعلان عنه، خصوصا أنه الأطراف الأخرى في على الصعيد الوطني بالكتل الكردية وكذلك الكتل السنية لم يخوضوا خلال هذه الفترة بهذا الصراع وتركوا أنه هذا الصراع وكأنه شيعي فقط ولا يحدد مصير البلد، لأنه وفق هذا المخاض أو وفق هذا الصراع يعني ينتج يفترض أن من يقود الحكومة ويقود الحكومة هو يقود العراق، بالتالي يعني هذه يتحملون مسؤولية حقيقة الجانبين، ولكن هم كانوا يسعون إلى الحفاظ على مكاسبهم أيضا، فبالتالي تركوا الأمر للتفاوض ما بين الكتل الشيعية، ويبدو أنه الكتل الشيعية عندما ارتضوا بقرار المحكمة الاتحادية هم وصلوا تقريبا إلى اتفاقات محددة أو مبينة يمكن ضمان لهم مكتسباتهم التي يريدون المحافظة عليها، ومقدمة مثل ما قلنا وهم في بيانهم أيضا يؤكدون الحفاظ على هيئة الحشد الشعبي. نعم السيد نوري، يعني ما الذي استندت عليه يعني أو دلك على أن إيران قبلت بنتائج الانتخابات مع أنه يعني لم يصدر موقف رسمي من إيران في هذا الخصوص؟ شوف ما يحتاج أنه يصدر موقف رسمي من قبل إيران، لأنه إيران هي لا يمكن أن يخرج من عندها موقف بهذه الطريقة حتى لا تؤكد بأن هي لديها تدخل بشكل مباشر بالتفاصيل الحياة السياسية وحتى القضائية في العراق. هذا يأتي عبر ممثليها في العراق، خلينا نقدر نقول، أو عبر حلفائها في العراق مقدمتهم تحالف الفتح. عندما وافق تحالف الفتح على نتائج هذه أو قرار المحكمة الاتحادية بمعنى أنه إيران لن سترفض هذا القرار، أو هي وافقت بالأصل وبالنيابة أعلن الفتح الموافقة عن ذلك. نعم أستاذ كامل، هل تعتقد أن الموقف الحاسم من المحكمة الاتحادية العليا بعدم الرضوخ على الأقل للميليشيات الخاسرة يتعلق بالمحكمة لوحدها، أم أن هناك لربما داعما إقليميا ودوليا بإسناد هذا القرار؟ لا، هناك دعم إقليمي وتوجيه إقليمي للمحكمة وللقضاء. يعني ما أدري إذا الرأي العام تابع قضية وزارة الخارجية قدمت موجز إلى الخارجية الإيرانية عن مراحل الطعون ونتائجها أمام المحكمة الاتحادية، وهذه يعني سابقة أول مرة يعني نسمع بها أنه وزارة الخارجية العراقية تقدم في قضية داخلية لجانب الإيران. القضاء العراقي
مرتبط بتوجيهات الكتل السياسية، والكتل السياسية هنالك تتلقى توجيهات وأوامر من جهات إقليمية، ومثل ما تفضل الضيف يعني مفترض التدخل الإيراني بموضوع الانتخابات والنتائج ومصادقة أو رد الطعن للكتل الخاسرة، هذا وارد جدا. أيضا هل تتوقع أن تلجأ الميليشيات للسلاح في الشوارع بعد هذا الرفض للطعون، أم أن الفاعل الدولي أمريكا والإقليمي إيران لن يسمحا لربما ببلوغ الأمور هذه النقطة؟ يعني ليس للعامل الدولي تأثير كثير، ولكن العامل الداخلي الكتل السياسية اللي أنا أسميها كتل إجرامية متوافقة مع، وهي تعمل بطريقة بأسلوب المافيات، يعني لا تريد أن تتخاصم بالسلاح وتصل إلى القضايا إلى حرب بيناتهم، لأنه هم معروفة أنهم تقاسموا كل العملية الإجرامية من 2003 إلى يومنا هذا، ويريدون أن يتستروا عليها على ما هي عليها، وتمضي وتستمر العملية الإجرامية حتى يكون كل المشتركين والمتورطين كاسبين ومستمرين مكاسبهم للمستقبل القريب والبعيد، وستستمر الحالة. أما خصومة حربية أو قتالية بين الخصوم السياسيين الفائزين والخاسرين، هذا غير متوقع، ولن نتوقع بالمستقبل أي خصومة، وستستمر العملية على ما هي. نعم. أستاذ نوري، هل تعتقد أن رفض طعون الميليشيات وعدم الإصغاء لتظلمها القانوني يعكس إلى حد ما الموقف الإيراني لربما الضعيف والمرتخي القبضة بعد مقتل سليماني؟ نعم، شوف تمام، هاي نقطة كلش مهمة وصحيحة، انه ايران بالرغم من انه يعني موقف الضعيف، هو ينعكس ايضا بمناوراتها في نسج علاقات اقليميه جديده وقبولها للتفاوض، بالرغم من المراوغه حقيقه بالتفاوض مع في على ملفاتها بشكل عام اذا كانت دوليه او اقليميه. ما يهم العراقيين حقيقه يعني ليس بتحليل ولا بتكهن، ولكن بصريح العبارة قيس الخزعلي الأمين العام للعصائب هو قالها بالفم المليان، بأنه الإيرانيين ليس لديهم الرغبة كما كان يحملها بصفة شخصية قاسم سليماني في التدخل بالشأن العراقي. فهذه النقطة كلش واضحة، وإيران تبحث عن مصالحها إذا كانت في العراق أو بغير العراق، وأيضا حتى في داخل العراق إيران لم ترهن مصالحها بجهة محددة من الفصائل المسلحة أو الميليشيات أو حتى الأحزاب السياسية، هي لديها عدة خيوط ولديها عدة جهات ممكن أن تستفيد من أي جهة كانت قريبة من مصدر القرار. فبالتالي احنا نرى أي حكومة اللي ممكن تشكل بأي شكل من أشكالها سرعان ما تذهب وترمي نفسها بأحضان بالحضن الإيراني. فبالتالي النفوذ حقيقة يعني الإيراني بالغ في العراق ومتشعب وغير مختصر لجهة معينة. فبالتالي هنا نقطة لابد من التوضيح لها، إذا كانت رفضت القوى أو الفصائل التي تمثلت بجهات سياسية للمشاركة في الانتخابات خصوصا الفتح مثلا، لم يكون تكون الرغبة هي فقط بالقرار الإيراني، ولكن أيضا لمصالحهم هم أيضا، يعني هم كقوى كشخصيات كفصائل مسلحة كميليشيات أيضا يريدون يعني ضمان مصالحهم بغض النظر عن أنه إيران ترتضي أو لا ترتضي. مثل ما قلنا أنه إيران لديها أيضا أذرع أخرى واتجاهات أخرى، وممكن الاستغناء عن أي جهة كانت تتمرد على قرار الإيران. نعم أستاذ كامل، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
هل يعني أن الحكومة المقبلة لربما سيشكلها الصدر ومن سيتحالف معه أم ماذا؟ يعني وفقا للدستور نعم، الكتلة الصدرية هي التي فازت بأكبر المقاعد وهذا ما نص عليه الدستور وكذا قانون الانتخابات الجديد. أما إذا صار توافق وهذا هو المتوقع وبعدها يرجعون إلى المحكمة الاتحادية حتى تعيد التفسير الكارثي اللي فسرنا إياه مدحت محمود عام 2010 أيضا هذا متوقع، وتستمر العملية على ما هي عليه ويضمن الجميع مصالحه بعيدا عن منظومة الحقوق والالتزامات الدستورية والقانونية، وتستمر العملية الإجرامية ضد الشعب العراقي بالحاضر والمستقبل. في حال تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية الصدرية، هل تتوقع أن يكون المشهد لربما مختلفا عن موضوع المحاصصة والميليشيات والفساد؟ يعني إذا ما شكلت نتحدث هنا الحكومة من قبل ميليشيا أو من قبل التيار الصدري الذي هو ميليشيا بالأساس. لا احنا متوقعين الأسوأ، حتى الكتل اللي وافقت وباركت قرار رد المحكمة الاتحادية للطعون يعني تعلم انه الصدريون لا يستطيعون ان يقودوا حكومة ناجحة، وقضية الإصلاح وهذه المسائل والدعايات لا تمثل شيء، يعني لا عندهم تجربة بالحكم وإنما تجربتهم فقط بالإجرام متعلق بالقتل والفساد والتصفيات. فكيف يعني العاقل أن يتوقع من هذه الكتلة الجاهلية الإجرامية أن تنقذ البلد وتغير نمط الحكم أو تصنع لنا حكومة رشيدة تنقذ الوضع العراقي على المستوى الاتحادي أو المحلي؟ نعم، يعني أستاذ نوري، بعد هذا الرفض لطعون الميليشيات، هل يمكن القول إن تعاطيا إقليميا ودوليا مختلفا قد دشن في العراق وسيبنى عليه مشهد سياسي مختلف لربما في البلاد؟ وهنالك تدخلات جديدة إقليمية ولكن لا تغير بمشهد السياسي في العراق. الجميع يعني الدول الإقليمية مصلحتها يكون العراق هو منقسم على نفسه، منقسم بذاته، راح جميع مصلحتهم انه العراق يكون في صراع انقسامي حتى يستمر ضعف العراق بالتالي ضمان مصالحهم. العراق يعني العملية السياسية لا تشهد تغييرا، ستكون كما هي في 2010، ستفسر كما تفضل ضيف الكريم، يعني ستفسر كما ورد في 2010 أو كما ذكر النائب السابق بأنه ستعاد إلى 2008، وهو هذه إشارة إلى عودة المالك إلى رئاسة الوزراء طبعا. فبالتالي لا جديد أعتقد. وما يخص أنه التيار الصدري هل لديه القدرة على تشكيل حكومة أغلبية، هذا مستبعد تماما، لأنه التيار الصدري ليس لديه الأغلبية، لديه أكثر عدد ممكن من المقاعد التي فازت في الانتخابات، ولكن لا تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان وفق تفسير المحكمة الاتحادية التي فسرها مدحت المحمود القاضي مدحت محمود. والكتل السياسية الأخرى لجانبين يرفضون أنه تكون حكومة أغلبية بقيادة التيار الصدري. أولا يعني القلق في ضمان مصالحهم. ثلاثة، تجربة التيار الصدري في العملية السياسية غير مستقرة، غير ثابتة، متغير، متبدل، متحول، باستمرار ينقض قراراته ويغير بقراراته، فبالتالي لا يوجد اطمئنان بضمان استمرار التحالف معه في تشكيل حكومة أغلبية. أي كتلة سياسية اليوم تريد ضمان مصلحتها، ضمان مصالحها، ضمان مكتسباتها، لا يمكن أن تجازف بتحالف أغلبية مع التيار الصدري. نعم. فبالتالي هو مجبر اليوم التيار الصدري يقبل ما يتم الاتفاق عليه.
نعم، إذن كنت أو كان معنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، ومن واشنطن أيضا عبر سكايب رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. شكرا لكما ضيفي الكريمين.